احبائي مشاهدي وحش التوفير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده. النهارده هنعمل كيك بس مش بالسكر، هيبقى بالملح والفلفل الاسمر، كيك بالخضروات. ده اللي هنشوف مقاديره مع بعضينا. حوالي 3 كوبايات دقيق، 5 بيض، حوالي جزرايه كبيره مبشوره، 3 كوسات وسط مبشورين، معلقتين بيكنج باودر، معلقه زعتر، كوب وربع زيت. دي المكونات بتاعتنا مع فلفل الاسمر والحاجات دي، تبقى كمية بسيطة، مثلا حوالي ربع معلقة فلفل اسمر، ربع معلقة ملح، ربع معلقة كمون لو عايز اضيف. على بركة الله هنبدأ الحلقة بتاعتنا. ادي اول حاجة ببدأ بيها البيض كده، طبعا ما فيهاش سكر، فعشان كده هتبقى ضرب بطريقه معينه. هنجيب المضرب بتاعنا ونبدا نقلب البيض. بشيل البوله الصغيره بتاعتي وبقلب البيض كده كويس. طبعا حاجة سهلة وبسيطة وممكن تقبل أي مكسبات طعم معاها في الآخر، هبقى أقول لحضراتكم لما نوصل لمرحلة إن إحنا نحط الدقيق بتاعنا وحاجتنا مع بعض. بفضل أضرب البيض كويس كده، بحاول إن أنا أعمل له هوا لأن أنا مش شغال بسكر زي ما حضراتكم عارفين كده. طبعا حضراتكم عارفين إحنا لما بنعمل كيك بنحاول ان احنا نصبر عليه، مش مستعجلين، مش اول ما نحط البيض على طول من غير ما نضرب كويس نبدا ننزل ببقيه الخامات، في الاخر هلاقيها شبه مكتومه. لا، انا بحاول اديها ضرب كتير بالمضرب على اساس انها تعمل هواء جوه البيض نفسه، وبعد كده كل حاجه تنزل بطريقه معينه بحيث ان انا اضمن في الاخر الاقي الحاجه بتاعتي تبقى زي الاسفنجيه كده، يبقى اولا شكل كويس، ثانيا طعم جميل. اهو ببدا اجيب الزيت بتاعي بينزل، شايفين كده عمل الكور الهواء ديت نتيجه ان هو بيتضرب كويس، وابدا انزل بالزيت بتاعي سنة سنة. طبعا هنسويها على درجة حرارة 180، تاخد حوالي 35 ل 40 دقيقة حسب تسويتها. بجيب السكينة بنزل في نص الكيكاية بشوفها استوت، ببدأ أطلع وأبدأ بعد كده أكلها بكذا طريقة. لو عايز أحط معاها جبنة بيضة، لو عايز احط عليها مثلا معاها كاتشب، معاها ترشي او مخلل مثلا، يعني تبقى كذا طريقه. طبعا انا بكلم حضراتكم والبيض بيتلف مع الزيت بنفس الطريقه دي كده، شايفين، بحيث ان انا بحافظ على الهواء اللي جوه البيض. كل الخطوات دي يا جماعه في الاخر بضمن ان اطلع حاجه جميله وتغيير، ونشوف في الاخر الطعم هيبقى عامل ازاي. طبعا المقادير بتاعتها ممكن تكون متوفره في البيت، سواء البيض موجود او الدقيق، او لو في كوسه عندي، لو عايز ادي انواع خضار تانيه مختلفه مفيش مشكله، عايز احط زيتون مثلا ايه المشكله. دي كل دي حاجات بتبقى اختياريه للي هياكل، وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده طالما احنا اللي هناكل نحط اي حاجه مش فارقه معانا. يعني في حد بيحب الزيتون الاخضر يحط زيتون اخضر، حد بيحب الزيتون الاسود يحط زيتون، حد بيحب النوعين يروح حاططه مفيش مشكله. اهم حاجه في الاخر انا هعمل حاجه تستاهل ولا لا. ادي كده طبعا ده كوب وربع زيت مع الخمس بيضات. طبعا الزيت بينزل بطريقه زي ما قلت لحضراتكم اهو الخط ده.
تقليب مستمر بسيط. طبعا لو تفتكر حضراتكم قلنا على مسكة المضرب بيبقى من هنا عشان الايد او المعصم مثلا ما يتعبش، وفي نفس الوقت برضو يعني ايه الايد بتبقى شغالة كتير بحيث ان الطريقة دي ما تتعبش حضراتكم. تقولوا بقى ايه الشيف خالد بيتعبنا في لف البيض بالطريقة دي، لا ده في الاخر هضمن ان انا الاقي حاجة جميلة، حاجة تتاكل، حاجة شكلا ومضمونا جدا كده. ادي كوب وربع الزيت بتاعنا. تحس ان البيض مع الزيت واحد، مفيش اي حاجة. هبدأ اجيب حاجة جميلة قوي، هجيب الفلفل الاسمر اهو اهو كده مع البيض، لان انا ما بحطش فانيليا. ده الفانيليا بقى اللي هو بتاع البيض اللي ما بياخدش سكر. وادي ذرة الملح نفس الكمية دي كده يا جماعة ماشي. ولو عايز ادي سنة كمون اهي بسيط. وابدأ برضو اقلبهم بالطريقة دي. كل ده مع النار لما هيخش مع الزعتر اللي هنضيفه. انا ما ضفتش الزعتر دلوقتي، بضيفه في الاخر عشان ادي الزعتر ده لكل المكونات بصرف النظر عن الفلفل الاسمر اللي اتحط الاول مع الملح والكمون. ده اتحط عشان البيض، عشان لما اجي اكل كيكة معمولة مثلا ما فيهاش فانيليا ما احسش ان انا الخضروات مع البيض عاملة مثلا ايه في ريحة زفارة في الكيكة او حاجة. لا انا بعمل كده بحيث ان انا بضيع ريحة البيض ما يكونش زفر يعني. ادي كده اهو ببدأ اقلب. ما تستعجلوش على الحاجة يا جماعة عشان في الاخر تضمنوا تلاقوا حاجة كويسة وجميلة اهو. ببدأ انزل بالجزر اهو كده بالطريقة دي برضو. يبدأ يخش مع البيض. ممكن احط الخضار كله مع بعض، سواء الكوسة مع الجزر كلها حاجة مرة واحدة. كل دوت انا باخد من الهواء اللي انا عمال الف بقالي مثلا 5 دقايق او 7 دقايق عمال الف في الحاجة. لا انا كل ده بحاول ادي الحاجة بتاعتي وضعها بحيث ان انا زي ما قلت لحضراتكم في الاخر عايز تبقى الكيكة تبقى منفوشة معايا وجميلة. نفس الطريقة ببدأ ألف الجزر مع البيض مع الزيت بالطريقة ديت. باخد النكهة بتاعته بتبقى جوه. طبعا كل حاجة بنعملها بنبقى مجربينها وعارفين طعمها عامل ازاي وايه العيب بتاعها. أول مرة لما اتعملت مثلا طلع طعمها مش لذيذ ليه، مش ظريف ليه. ممكن ادي مثلا لو عايز ادي بسطرمه في الاخر معاها هتبقى طعمها جميل. لو عايز ادي زي ما قلت لحضراتكم زيتون مثلا معاها، لو عايز ادي جبنه رومي. طبعا في الاخر بعد ما تخلص لها كذا طريقه في الاكل بتاعها. ادي كده الجزر بتاع. وابدا انزل بالزعتر اهو معاها والف نفس الطريقة. بحب ان الحاجة تبقى متجانسة كلها، سواء البيض لما اتضرب اخد وقته كل حاجة تحس ان في فرق مثلا ما بين كل خطوة والتانية حوالي دقيقة او دقيقتين ماشي. ما بستعجلش، ممكن كل حاجة احطها مرة واحدة 3 دقايق اروح جاي حاطط المكونات كلها. الناتج في الاخر حاجه مكتومه، حاجه بالظريفه، ولا شكل ولا طعم. وفي الاخر يبقى احنا افتقدنا لمصداقيتنا معاكم، فاحنا مش عايزين كده. فعشان كده انا بضطر ان انا ادي كل حاجه حاجتها، لان حضراتكم هتعملوها في البيت
بنفس الطريقه وعلى البوتاجاز العادي تطلع زي الفل ان شاء الله. عمال تلف وابدا انزل. ادي كوسه مبشوره جميله طبعا قيمتها الغذائيه حضراتكم عارفينها، والطعم مع الجزر مع المكونات بتاعتي هتبقى جميله، واللون كمان هيبقى ظريف. ادي كده بدا كل حاجه تخش مع بعض، تحس ان برضه محافظ انا في الاخر لو حضراتكم تشوفوا برضه كور الهواء او الفقاقعات اللي بنقول عليها باينه. يبقى انا كده المسام اللي جوه البيض، لان انا ما عنديش سكر مع الزيت من غير زبده مثلا او حاجه، مع الزيت بتبقى ماده سايله. فكل الخطوات اللي احنا بنعملها دي عشان في الاخر نضمن يا جماعه نلاقي كيكه اسفنجية جميلة، وفي نفس الوقت بالخضروات طعم مالح مش مسكر. طبعا حضراتكم عارفين احنا عملنا انواع كيكات كتيرة، شايفين اه تحس ان الحاجة نفسها فيها هوا من جوه، يعني من غير لسه ما خدتش بيض ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. ادي كده بلفها طبعا. دول كمية اللي حطيناها، حطينا 5 بيضات وحطينا 1.25 كوب زيت مع الجزراية الكبيرة المبشورة مع 3 كوسات الوسط او كوستين مثلا كبار اتبشرهم مع ربع معلقة الملح، ربع معلقة الفلفل الاسمر، مع سنة كمون مثلا او ربع معلقة صغيرة كمون حسب رغبات حضراتكم. شايفين كده بدأت كل حاجة تخش مع بعض، الجزر مع الكوسة مع الحاجة. ايه رأي حضراتكم نطلع فاصل ونرجع نكمل بقى الدقيق بتاع الكيك بالخضروات؟